وجود المرأة بالمجالس البلدية مهم، مهم لأنه هي بتساهم بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة، بتشوف الأمور من منظور مختلف يخي يغيب كثيرا عن الموجودين حاليا. يعني مثلا أنت لو بتشوفي الإضاءة بالشوارع، لما بيكون في هالجندر بيرسبكتيف، هالمنظور الجندري، بصير في تلبية أكتر لحاجات النساء، فبنشوف الطريق مثلا مضواي بشكل مختلف لمنع المشاكل، لمنع التحرش الجنسي، للتخفيف من خوف النساء اللي بيكونوا عم يتنقلوا. لما بيكون في نساء بالمجالس البلدية بنشوف في تنمية، بنشوف في أمور مستجيبة أكتر لحاجات النساء، تقديم خدمات صحية، تقديم خدمات تربوية. حتى لما بيكون في نساء بالمجالس البلدية بنشوف أكثر شفافية، أقل فساد، وهذه كلها دراسات مثبتة عن علاقة النساء مع الفساد. وجود النساء بهاي المراكز كمان بيكسر الصورة النمطية، بيشجع على إنه ينعمل مشاريع حساسة لاحتياجات النساء، حتى إشراكهم بالدورة الاقتصادية ومكافحة العنف ضدهم. بالنقل العام بصير في وجود لهم أكثر، بتصير النقل، يعني الطرقات والنقل العام بيساعد على حركة المرأة اللي هي بتضلها مقيدة بعد الشيء. يعني حقتك مثلا بسويدن، بالسويد مثلا، كان لما تتلج الدنيا يجرفوا الطريق حتى يفتحوا الطريق، فيلاحظوا انه النساء بعدها عم بتغيب عن عملها. لما جرفوا ممر البسكليتات مثلا، لقيوا انه النساء صاروا عم بيجوا اكثر على البسكليت، لانه هن بيجوا على البسكليت صاروا عم بيجوا اكثر على شغلهم. لو ما فكروا انه يجرفوا هذا الطريق، كانت النساء بعدها قاعده عم تتاخر عن اعمالها، لانه الرجال بيستعملوا السيارات اكثر من النساء. هلا النظرة الجندرية في يكون عنده الرجل عنده اياها والمرأة عندها اياها، بس اكيد المرأة هي حساسة لاحتياجاتها اكتر. غير انه هيدي المشاركة حق، وحق بنص عليه الدستور، حق بتنص عليه المواثيق الدولية، هو حق انسان انك تكوني مشاركة، هو ضرورة، ضرورة، لأنه كمان المرأة لما بتكون عم تشتغل، لما بتكون بمركز القرار، ما بتكون عم تفيد حالها بس، هي بتكون عم بتفيد كل اللي حواليها وعم بتساهم بالتنمية وبالاقتصاد.